عليكم بنات، كديري لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احوال جيده. انا جيت نطلع عليكم عاوتاني بواحد لا فيديو. هاد اليومات غنطلع عليكم شويه في الراس. المهم هاد اليومات كنلقى شويه ديال الوقت، الحمد لله والشكر لله، حيت كنصيفطوا لي المدرسه وكنجينيش هنايا نخدم. الله يسر الامور يا ربي. المهم انا في المكان كنلقى الوقت، راه ما كنبخلش عليكم بالوقت ديالي، ها نتوما كتشوفوا. المهم البنات، شكرا لكم بزاف على لي كومونتير الزوينين اللي كتعطوني، الهلا يخطيكم عليا والنصائح ديالكم راه كندير بها. شكرا لكم بزاف على لي خطيكم، وزيدوا البنات دعموني بالبارطاج ديال لا فيديو ولي جيم، وكنعاود نشكركم مره اخرى على لي كومونتير الزوينين، صراحه كيعجبوني كنبقى نقرا فيهم، وعلى الدعيوات اللي كتعطيوني. انا كنقول لكم شكرا بزاف، الهلا يخطيكم عليا، ربي الله يخليكم ليا. ونبداو لا فيديو اليوم ان شاء الله باذن الله. غادي نوريكم تويبات جبت فنين، كاين لو شوا، كاينين تويبات مزوقين وكاين الفلانيل. انا لبست هاد السيوا اللي كنت هضرت لكم عليها، قلت لكم راه خدمت واحد الموديل شويه كلاس، حطيتها للبيع. غادي نعطيكم العبارات ونوريها لكم اون ديتاي، ونوريكم حيت جبت الفلانيل، لقيت فلانيل زوين زوين البنات. انا كنقلب على اهم حاجه هي الكاليتي ديال الثوب. غنوريكم الوينات اللي جبت، واللي بغات الوينات اخرين راه تتواصل معايا في الواتساب ونوريها الوينات كاملين ان شاء الله باذن الله. وكما قلت لكم عندي لي كاغو وعندي بيد بول. المهم كتبعي لا فيديو حتى الاخر، وغادي نجاوب على بعض الاسئله ديال المتابعات ديالي، فحال اللي كيسولوني على السناسل. بنات هاد العام، العام اللي فات ولا هاد العام، السناسل قلال شويه. المهم راهم دايرين الثمن، انا نقول لكم منين كناخذهم بالضبط. المهم انا عارفه انهم كاينين في درب عمر، ولكن انا ما كنتقدمش من درب عمر، كنوصل السيد هو اللي كيجيبهم ليا. مول صدفه البنات، نعطيكم النعت ديالو، كتسولوني عليه بزاف. المهم هو اللي كيجيب ليا السناسل لارجونتي، سميتو مصطفى، كاين حدا جامع فاطمه الزهراء بالضبط حدا كتبيه اللي كاينه تمايا. وكاع اللي ما عرفاتش تواصل معايا في الواتساب ونعطيها كاع النمره ديالو، ولا بغات تمشي عنده راه تهضر معاه وينعت ليها هو ولا يصيفط لها لوكاليزاسيون. المهم البنات، كاين هاد السيد اللي قلت لكم كاين في حدا فاطمه الزهراء، راه كيبيع ليا، كيجيب ليا السناسل وهذوك لارجونتي ديال الحديد، كاليتي مزيانه ياك. وكاينين عاوتاني، كاين واحد السيد في حدا سوق الظلمه، حتى هو كيصيب طراط وكيصيب صدف، عنده سناسل ماشي ارجونتي، ماشي ديال الحديد، عنده ديال العظم وديال النيلو، حتى هما زوينين، وكاين عنده في الدوغي. المهم هما راه دايرين شويه الثمن، دايرين 10 دراهم غير ديال النيلو ديال العظم، دايرين 10 دراهم. اما ديال الحديد راه كثر، راه كاين اللي كيوصلهم حتى 15 درهم ولا 18 درهم. المهم انا كنعطيكم المعلومات، و السيده قلت لكم عاد كنوصيه اللي حدا جامع لاله فاطمه الزهراء، الا بغيتي تمشي عنده شوفي واش كاين عنده، ولا ما كانش عنده وصيه يجيبهم لك. المهم انا راه شحال هذه خديت عنده كونتيتي كثيره وحطيتها، هادشي اللي كاين. وهو اللي كيخدم ليا تصديفات، وهاد الصدف كامل العيون وصدف، وعنده لي زويي وعنده الطراطق. المهم راه هو اللي كنخدم عنده بالنسبه للناس اللي كيسولوني. هذا هو التساؤل اللي عقلت عليه بزاف، قلتوا لي نصحينا على السناسل زعما الكاليتي المزيانه والكاليتي العيانه. هما سناسل كاملين اللي خاصك تحافظي عليهم، يعني ما كيبغوش كثرة الحلان والسدان، كاين اللي دغيا كتكرفس الحاجه، ولكن ديال الحديد كيبقاو هما اكثر حاجه صحيحه، دايره حاجه باينه، ولكن كضطري بعد شي مرات ديري اللون في اللون. يعني خاصك تاخدي هذوك ديال النيلو، حتى هما راه مزيانين. انا عاد كنقول لكم الكاليتي اللي مزيانه اللي ما كتخسرش اللي كتكون صحيحه هما ديال الحديد، حاليا كاينين غير في لارجونتي، هادشي اللي شفت انا في درب عمر، ما عرفتش واش كاينين ولا لا. المهم هما راه ديما غيكونوا في درب عمر تما فين كيكون الجمله، ولكن انا ما تقديتهمش من درب عمر هاد العام باش نكون واضحه معكم. ونوريكم البنات الموديل اللي قلت لكم هو هذا، اختاريت هاد المره نبدل شويه، درتها على شكل غوب، فيها قطيعه هنايا البنات ها نتوما لي بلي، ودرت واحد لي زويه هنايا وصديفات. درت هاد المره صدف عوض طراطق والعيون، درت هاد الكرافطه بحال ما هكا، كتجي حتى محلوله، كتجي زوينه ها نتوما، منها كول منها كرافطه ها نتوما. شوفوا لا فينيسيون شحال زوينه، كوميم اختاريت ندير فيهم لي بلي بحال ما هكا داخلين في الكتاف،
واختاريت ندير بوانية على هذا الشكل كم هكا من فوق. كاينه اللي كتبغي لاستيك يجي فيها حتى لاستيك مزيان، انا اختاريت بغيت نبدل شويه على الاشكالات اللي تنخدم. مازال ان شاء الله باذن الله البنات كاين جديد، غنوريكم التويبات اللي غنخدم فيهم موديلات ان شاء الله مختلفين. نعطيكم البنات العبارات بالنسبه للناس اللي غيبغيو اللي غتعجبهم هذه الكسوه وغيبغيوها. فيها في الكتاف اللي غتلبس 39 ولا 40 غتجيها مزيانه في الكتاف، في الصدر فيها 28 ونص، في الحزام فيها 27، وفي لي هونش البنات فيها 35. هي راه هي عريضه حيت فيها هذيك البيات هنا عريضه، راه كاينين بيات حتى في الظهر، كاينه هذه القطعه حتى في الظهر. هاي غنحاول ندور شنو نوريها لكم، كنظن انها باينه بهذوك لي بلي، كتجي عريضه ومستوره البنات وانيقه في نفس الوقت، والتويب البنات سخون وطايح وخفيف، هذه اهم حاجه ماشي من هذوك التواب اللي كيتحقلوا عليك ولا اللي كيخنقوك. نبداو البنات بالتواب ديال الفلانيل، نوريهم لكم هما الاولين. كاين عندي البنات هذا الزرق، هذا غنخلي لكم تصاور في الجنب ديال لي موديل اللي غيجيو في هاد الفلانيل اللي فيت خدمتهم. هذه تجي فيها محبوبات الجماهير، تجي فيها زوينه، مهم الثوب طايح وزوين كما قلت لكم، كاريتي زوينه، واهم حاجه انا لقيت الوان فين نختاروا. هادو الوينات راه خديتهم لماليهم، واللي بغات شي حاجه تواصل معايا في الواتساب، اللي بغات الوان اكثر نوريها الوان اللي صيفط لي مول الثوب كاملين. المهم كاليتي راه على حسابي. هذا اللون الاول شفتوا هذا الزرق فن مغلوق وزوين، ونوريكم هذا اللون حتى هو سطاني البنات، شوفوا على الوين شحال زوين، مازال ملي غيطلع غتشوفوه. شوفوا لي اللون كي داير زوين بزاف، هذا اللون عجبني، راه لون كيف ما كيبان لكم في الصوره وكلاغ واحد شويه. وهذا اللون كنحاول نبعد باش نوريكم اللون كيفاش داير، وفيه واحد الموف بارد حتى هو زوين. ها نتوما هذا موف بارد كما قلت لكم، غنخلي التصاور ديال لي موديل اللي يشوف فيهم هاد التويبات. والكري عقلتوا على الكري، كنت قلت لكم ما بقاش، كنتو بزاف اللي باغينو، كنت خدمتو بزاف العام اللي فات في محبوبات الجماهير. ها هو قرب لكم الثوب تشوفوه اكثر، زوين زوين البنات الثوب زوين حمقني. ودابا غنوريكم واحد لي كارو، شي حاجه جديده مهيره البنات. هذا فن، هذا كاشمير البنات، شي حاجه سخونه وزوينه وغتجي مستيليا في لي شوميز هكا اوفر سايز، ولا هذاك الستيل اللي كنت خدمت معاكم في الصاله والخياطه ديالو، تجي فيها زوينه. المهم اي حاجه ولا جليبه سبور قبيه، المهم قدر نخدم موديلات زوينين غنوريهم لكم. وقلت نوريكم التواب باش هكا اللي بغات تختار شي حاجه دير لها سكرين وتواصل معايا في الواتساب. وفي هذا اللون حتى هو شفتو، شو على البين شحال زوين فن هذا اللون. هاد اللون غنخلي لكم واحد الموديل كنتو حتى هو سولتوني عليه، كان فيه الزرق والكري، غنخدمو بهاد اللون وغندخل ليها فيه الزرق غيجي واعر. وكاين البيتبول البنات هاد العام هو اللي دارج على الموضه، غتشوفوه بزاف في ليكاب في المنطوات محلولين. انا غنخدم واحد السيل ان شاء الله باذن الله، الله يسر الامور ومقدمه نلقى بحال هكا وقيت. غنخدم دي موديل زوينين، انا كنقرب لكم باش تشوفوا الثوب. شفتوا راه داخل فيه واحد شويه ديال البوردو، هذا بيت بول رقيق حتى هو خفيف ما غليتش ما تقيلش. وكاين هذا الكري، هذا الكري ديما ارضو كتكون بيضاء، شوفوا على لون شحال زوين. انا كنقرب باش نوريكم كيفاش جايين موديلات زوينين للبنات، غير خليكم متابعيني ونبقى ندير لكم ديما الفصاله ديال اي موديل ان شاء الله باذن الله. شوفوا البنات هاد التوب تاهو شحال زوين، هذا فن، غندخل فيه النوار، هذا يجي جلابه مونطو غندخل فيه النوار، يجي حتى لي شوميز اللي قلت لكم طوال ولا قبيه سبور. المهم
انا وريتكم كاع التواب اللي خديت، هادو راه كاملين ديال ماليهم. انا قلت نوريهم لكم باش اللي بغات شي حاجه تختارها صيفط ليا في الواتساب. مرحبا والف مرحبا. كما قلت لكم قلت لكم العبارات ديال هاد الكسيوه هذه، ما عقلتش واش قلت طول لا. المهم نعاود نقول لكم العبارات ما فيها باس. الكتاف اللي كتلبس 39 40 راه تجيها مزيانه، في صدر 28.5، في الحزام 27، في ليونش 35، والطول كامله مترو 38 مترو 39، وفي الكمين فيها 61. المهم كيبغيو يجيو طوال واخا تكوني كتلبسي قل راه تجيك مزيانه. ها نتوما البنات وصافي، هادشي اللي كاين البنات بالنسبه للثمن 400 درهم. اللي بغات شي حاجه دير سكرين تواصل معايا في الواتساب. مرحبا والف مرحبا. والناس اللي لا ما جاوبتكمش عاودوا صوني وقطعوا، غنعاود نشوف الميساج ديالكم حيت كيوصلوني ميساجات متابعين. ومن الاحسن البنات ما تصونيوش عليا، ما ندويوش معايا ابل، غير صيفطي ليا اوديو. ولا ما شفتوش صوني وقطعي غنعاود نشوف الاوديو ديالك حيت كيوصلوني ميساجات متابعين وكيمشي ليا الميساج. مهم البنات كنقول لكم شكرا لكم بزاف على اللي خطيكم. بالسلامه عليكم، تسناوني في فيديو جاي ان شاء الله باذن الله قريب ان شاء الله.